ضمن مساهي جامعة النهرين في تفعيل أسس متطلبات الجودة في ترصين التعليم العالي والبحث العلمي والشروع بخطوات متسارعة وكبيرة باعتماد معايير الجودة في تشكيلاتها، وتزامنا مع احتفالات الجامعة في ربيع النهرين ذكرى تأسيس الجامعة 29 والتي خرجت أعدادا كبيرة من الباحثين ودعمت جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، افتتح السيد رئيس جامعة النهرين الأستاذ الدكتور نبيل كاظم عبد الصاحب مؤتمر التقييم الذاتي المؤسس الأول للجامعة للوقوف على الواقع الحقيقي لمفاصل الجامعة وتشكيلاتها وفق مجموعة من المحاور، ومنها البنية التنظيمية الإدارية والأكاديمية والمالية، مع تقييم النظام الأكاديمي ومناقشة الصلاحيات والسلطة والتعرف على الغايات والمهمات الأساسية في العمل الإداري وتفعيل استعمال التكنولوجيا الحديثة في العمل الإداري وتوفير البيئة المناسبة للعمل والتدريب والتطوير وتفعيل نظم المعلومات والاتصالات في الجامعة. انعقاد المؤتمر النوعي الأول للتقييم المؤسسي الذاتي لجامعة النهرين في عدة محاور. تناول هذا المؤتمر حوالي بحدود 10 محاور، بين نقاط القوة ونقاط الضعف، وفتح المجال للمناقشات من أجل الخروج بتوصيات مفادها التطوير في جانب النوع وليس الكم. واليوم جامعة النهرين جامعة نخبوية تقع عليها مسؤولية رسم سياسات واضحة في مجال الارتقاء في التعليم في العراق. تضمن المؤتمر اليوم 11 ورقة ألقيت من قبل رؤساء لجان قاموا بدراسة لمدة حوالي عام لمختلف الجوانب في الجامعة من ناحية التعليم الأكاديمي ومن ناحية المكتبات والبحث العلمي وغيرها كثير، وقد تم إلقاء هذه الأوراق ومناقشتها نقاشا عميقا بحضور السيد رئيس الجامعة والسادة مسؤولي التشكيلات من العمداء والمراكز البحثية. وتمخضت هذه أو تمخض هذا المؤتمر عن كثير من التوصيات التي إن شاء الله ستوزع على الكليات لدراستها وتطبيق الممكن منها. وسنلتقي إن شاء الله العام القادم في مؤتمر آخر لهذا الغرض. ويهدف المؤتمر إلى تقييم تشكيلات الجامعة وفقا لمعايير الجودة والاعتماد من خلال جمع المعلومات والبيانات عن الأداء الجامعي في الوضع الحالي ومقارنته بمعايير الجودة والاعتماد وفقا لمتطلبات العصر، للإسهام في تحقيق الأهداف المرسومة لاستراتيجية الجامعة والسعي للوقوف على المعوقات وسبل إيجاد الحلول لها كنتيجة حتمية لتطوير قدرات الجامعة العلمية والبحثية. هو نشاط سنوي تقوم بجامعة النهرين سنويا تزامنا مع ربيع النهرين السنوي. اللجنة المكلفة بالموارد المالية والمادية خرجت بمجموعة من التوصيات وأشارت إلى مجموعة من نقاط القوة والضعف، تؤسس على أساس مجموعة من البيانات التي استقتها من تشكيلات الجامعة الحديثة والقديمة. وهذه التشكيلات قسمنا عندها، زودت اللجنة ببيانات، وهذه البيانات كانت هناك نقاط قوة. من هذه النقاط القوة هو التزام بالتعليمات اللي تجي من الوزارة ومن الجامعة، وأيضا هناك نقاط قوة فيما يخص أو خلل تحديدا فيما يخص الجانب المالي والمادي. أيضا النقطة الأهم هي ضيق المساحات اللي موجودة مع أعداد الطلاب الكثيرة في القبول، الخطة الوزارية وخاصة في المرحلة الأولى، فتحتاج الجامعة إلى أن تراعي هذا الموضوع تحديدا في عدد القاعات واستغلال المساحات. هناك خطط إنشائية مستقبلية أيضا أشرتها اللجنة اللي فيما يخص الجامعة. هناك نقطة مهمة أيضا من نقاط الضعف هو التمويل أو ضعف التمويل المالي فيما يخص المؤتمرات والندوات وورش العمل. أيضا هناك خلل في موضوع أيضا بالموضوع المالي فيما يخص الجانب المحاضرات والأجور والمناقشات. أيضا هناك كثير من الملاحظات والتوصيات خرجت بها هذه اللجنة، ومن الله التوفيق. وحضر المؤتمر عمداء الكليات وعدد كبير من أعضاء الهيئة التدريسية ومسؤولي أقسام وشعب ضمان الجودة في تشكيلات الجامعة،
وحظي المؤتمر بدعم مباشر من السيد رئيس الجامعة الذي يؤكد على اعتماد الخطوات المعتمدة لترصين مؤسسات التعليم العالي في العراق عبر تفعيل مذكرات التفاهم مع الجامعات العالمية الرصينة ونشر البحوث في مجلات ذات معامل تأثير عالي والمشاركات في المؤتمرات والمحافل البحثية والعلمية المتعددة وتطوير القدرات التدريسية وفقا للتكنولوجيا الحديثة.